نبحر الآن على 9 ميل ونأمل من الله أن نجي الصبح يكون معنا رزقنا وما نلاقي أي مضايقات من طرف الإسرائيلي وما يكون قرار 9 ميل إنه قرار إعلامي ما يكون نطوق على أرض الواقع بدون أي مضايقات. خطوة جيدة لأنه هذا مكسب للشعب الفلسطيني. الصيد الفلسطيني أنه له 10 سنوات ما وصلش هذه المساحة، وصل لدرجة مزرية من أثر الممارسات الإسرائيلية المستمرة في نطاق الست أميال، فتأمل أن يكون هناك خيرا وتحديدا بعد تركها لفترة طويلة. أعتقد أنه يعني أو ننظر نحن كنقابة صيادين وصيادين أن يتم الفتح لمسافة 20 ميل بحري حسب اتفاقية أوسلو بل أكثر من ذلك. لك فتح عينك الله يعمل قلبك يا حبيبي. احنا بنرجو كمان يعني مش 9 ميل يعني يرجع زي ايام السلطه ل 20 ميل حسب الاتفاقيه اللي كانت موجوده ل 20 ميل. طيب ايش افرقت معكم انتم هذه المسافه اللي طلعتوها؟ تتوسع مساحه الصيد، مساحه الصيد تتوسع يعني 6 ميل يعني مين يعني الصايد مثلا في حوض سباحه ولا مجال مفتوح يكون؟ مجال الصيد مفتوح احسن من المنطقه ذي. كيف ان شاء الله الوضع؟ ان شاء الله 9 ولا 6؟ اول يوم ب 9 ميل كان يوم جيد، الحمد لله ما واجهناش اي مشاكل، ولكن الرزقه كانت خفيفه شوي، والحمد لله رب العالمين في الشاي انتهكت من قبل الجيش الاسرائيلي وكنا نشتغل بكل اريحيه اليوم. هيا